اليوم ان شاء الله بنتكلم معاكم عن تراخي الصدر. زي ما شفتوا في الصورة اللي راحت، كان في اول صورة كان الصدر يعني واحد طالع فوق والثاني نازل تحت، في الصورة الثانية شوية تحسن الوضع، وبعدين في الصورة الثالثة كان من افضل المراحل اللي وصلت لها، لكن كان في شوية يعني الحلمات اللي كان عليها. كثير من اللي نقصوا اوزانهم صار عندهم تراخي في الصدر، ينحرجوا انهم يلبسوا التيشيرتات، يعني خصوصا لما يبين الصدر كذا نازل شكله محرج. فهقول لكم على بعض التمارين اللي حتساعدكم ان تتخلصوا من ترهل الصدر، واذا سويتوها ان شاء الله في وقت يعني بسيط حتتحسن. عاده لما نجي نتمرن صدر نركز على 3 أو 4 جهات، عندنا الجزء العلوي من الصدر والوسط والاسفل وفي النص، هذه 4 جهات. اذا كان عندك ترهل في الصدر فكويس انك تركز على الجزء العلوي من الصدر، لانه حيكبر من فوق وحيرفع معاه اللي هو الجلد المترهل اللي تحت. تيجي تسألني طب أعطينا بعض التمارين اللي ممكن أسويها علشان أضبط موضوع اللي هو ترهلات الصدر. الحين بصوركم بعض التمارين اللي هي موجودة في اليوتيوب. أهم نصيحة والنصيحة الذهبية اللي أقول لكم عليها، خلوا يعني إذا عندكم ترهل يعني العبوا كل يوم لو تمرين واحد تسخين صدر على